مايجريشن من ذرة الكربون المجاورة، سجلها، ذرة الكربون المجاورة، هاي ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون الحاملة للشحنة الموجبة. أعيد، ذرة الكربون المجاورة، تقول المجاورة لذرة الكربون الحاملة للشحنة الموجبة. فإذا لاحظنا هذا بيصير عندنا، يصير عندنا هجرة، ايش حنهاجر؟ حنهاجر H. اكو سي اتش 3 مربوطة هنا ويا السي هاي، اكو سي اتش 3 فقط كلها اتشات. لو انتقلت هاي الى هنا حيتولد لنا نفس المركب. تولد عندنا نفس الكربون كاتيون الاولي، هذا برايمر كربون كاتيون، بقى برايمر كربون كاتيون. على هالاساس ما يصير اعاده الترتيب لهذا المركب. ليش ما يصير اعاده الترتيب؟ لانه ما في صفه سي اتش 3 حقدر انقله، كلها اتش، ما عندك صفه كل شيء. فاذا نقلت الاتش يرجع نفس الستركتشر مال كربون كاتيون الاساس. فاذا كانت الناتج هو هذا التفاعل اتنفاسي، اكو سؤال حتى اشرحه ولدي؟ البداية قلنا أهم شيء، هاي الملاحظة لازم تكتب عليها، انتقال إما H- أو CH3- من تنتقل من ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون الحاملة للشحنة الموجبة. واضح؟ أهم شيء تعرف هاي العبارة. لو انتقلنا إلى مثال آخر، هي أمثلة كثيرة بس أنا اخترت لأني أمثلة بالذات. لو انتقلنا إلى هذا المثال، مع هذا المثال كتبوه، كتبوه، رسموه، مركب كحول أولي وهاليد ألكين أولي، كحول أولي وهاليد ألكين أولي، هذا الكربون كاتيون يتولد عندنا هذا كربون كاتيون يكون عند CH2 بلس CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 هذا برايمري كربون كاتيون، هذا برايمري كربون كاتيون. صار عندنا كربون كاتيون اول، وين حتى يصير اعاده الترتيب؟ على ذرة كربون طلاب، على ذرة هاي الكربون، عندي ذرة كربون، هاي ذرة الكربون المجاورة لذرة الكربون الحاملة للشحنة الموجبة. نقدر نسوي ريارنجمنت؟ ليش ما نقدر؟ هاي اثل جروب، هذا اثل جروب، هذا اثل جروب، لا يصير اي انتقال. بس لكن لو كان عندي سي اتش 3 ممكن ينتقل، لو كان عندي اتش ممكن ينتقل. فعلى الاساس يبقى هذا المركب كربون كاتيون لا يحدث له اعاده ترتيب. نربط البنزين هون عند هذا المركب، نربط البنزين بذرة الكربون الحاملة للشحنة الموجبة. طبيعي اكو امثلة كثيرة بس خلينا نقول حتى يتوضح الموضوع، اخذنا ذرة بسيطة، الجزيئة بسيطة، شلون ما صار بها انتقال، وجزيئة اكثر تعقيد، وهكذا. اكو اي سؤال ولا اي سؤال؟ اسأل اسأل بس عادي. ليش ما نقلت؟ ما نقلت لان عندي ذرة الكربون المجاورة، ذرة الكربون الحاملة للشحنة الموجبة، ماكو لا اتش ولا سي اتش 3. اثل جروب، موجود اثل جروب، لا اتش ولا سي اتش 3. لو كان عندي هيك مثال حتى نشرح اكثر من هذا الموضوع،
عندي واحدة من عندها سي اتش 3 التوازن، عندي ذرة كربون جاف. ارسم هذا السكر لو كان عندي هيك مرتب، لو كان عندي هيك مركب تكون كربون كتيون أماوع لذرة الكربون المجاورة فيها اثنين أثل وحدة سي اتش 3، من حينتقل كلها سي اتش 3 ننقل سي اتش 3 مع عاصرتها هنا، ايش حيصير عندنا؟ قال خلينا نشرب الأحمر، ايش حيتكون عندنا؟ حيتكون عندنا هذا المركب سي اتش 2 سي اتش 3 بدل السي اتش 3 ب اتش، بدل السي اتش 3 بالاحمر هاي بدل ب اتش، عندي هنا انا اتش حينتقل عندنا اتش حينتقل هذا يصير سي اتش 3 افكار وقت التوقف. ليش ما صار بالاول؟ لان ما عندي لا اتش ولا سي اتش. طبيعي حلقه البنزين تصير جوا، وين عندك البلس اربط البنزين بذره الكربون البلس وامسح البلس. يعني هذا المثال حتى اكمل التفاعل اشيل البلس واجيب ذره البنزين. هذا السؤال. نعم نعم طلاب، بس لا تحكي مكانك. نعم اكو اي سؤال؟ اذا ما عندنا سؤال حننتقل الى محاضرة اليوم الاساسية. شو انتبه عليها بس يعني. احنا لي حد الان اخذنا جا جزئي العينة مالتنا كانت البنزين عليها اي اضافات؟ لا. لا. كلها اتشات. هسه حنشرح موضوع اذا عندي بنزين وعليها بجروب. انا كتبت اكس جروب. هذا مو هلجروب. اذا عندي بنزين عليه جروب. كم وحدة كم جروب عندي؟ واحدة فقط. فعلت مع الكتروفايل خلي على اي بلس. المزمات خلي على اي بلس. فعلت مع الكتروفايل. اكتب هذا السؤال. اكتب هذا السؤال. ما هو تأثير؟ ما هو تأثير المجموعة المعوضة ما هو تأثير المجموعة المعوضة على حلقة البنزين في نواتج التفاعل؟ احنا بدنا نسوي تفاعل حتى نحصل ناتج. هذا هاي الحلقة هاي الجروب
شنو تاثيرها على النواتج، شلون حتطلع، شلون ححل تفاعل مركب الكتروفايل مع بنزين رينج عند مجموعه معوضه، شلون حتعطيني النواتج. هنالك ثلاث جواب، هناك ثلاثة احتماليات للنواتج. اما تعويض الالكتروفايل على درة الكربون رقم 2، هاي الجروب تاخذ واحد، هاي درة الكربون رقم 2 او موقع الفا. اما الالكتروفايل يتعوض بذرة الكربون الفا او رقم 2، او يتعوض الكتروفايل على ذرة الكربون رقم 4 او البارا، او يتعوض على ذرة الكربون رقم 3 اللي هي ميتا. اذا اكو ثلاث احتماليات للمركب، تكوين المركبات. يا مركبات طلاب، النواتج اكتب تركيب النواتج، الناتج مالته شلون حعرفه شو يطلع هذا؟ دكتور بس عيد النقطة الثالثة، انه كيف يا مركبات من هذني ثلاثة حتتولد نتيجة تفاعل هذا المركب البنزيني اللي عليه مجموعة معوضة، يا من هذني ثلاثة حتطلع لنا بشكل أساسي. إذا لازم ندرس، حندرس شيئين قبل الصف. حندرس شيئين أساسيين، حندرس ما يسمى بالأورينتيشن، أورينتيشن التوجيه، والريت أوف رياكشن. حندرس الاورينتيشن او ما يسمى بالتوجيه، وشيء اخر حندرس الريت اوف رياكشن. من اقول ريت اوف رياكشن يعني جاي اشرح موضوع كاينتك، من اشرح موضوع ريت اوف رياكشن تاخذه بالفيزيكال فارماسي، يعني داحكي كاينتك. لازم ندرس هالشيئين. في حالة الـ rate of reaction حنباو على المجموعة المعوضة، هل هي تجعل البنزين ريد اكتف او دي اكتف؟ اعيد، في حالة الـ rate of reaction حباو هاي المجموعة المعوضة على البنزين، ايش حتسوي حلقة البنزين، اكتف لو دي اكتف؟ هاي رقم واحد. اعيد، حباوع المجموعة المعوضة هل تجعل حلقة البنزين اكتف او شنو؟ دي اكتف. ها رقم واحد. رقم اثنين، هاي المجموعة المعوضة اما تعوض الالكتروفايل على حلقة البنزين في موقع أورتا أو بار. أعيد، إذن حشوف المجموعة المعوضة الأورينتيشن مالتها توجيهها، هل تجعل الالكتروفايل يتجه إلى موقع أورتا أو بار، أو تجعل الالكتروفايل يتجه الى موقع ميتا. فاذا لازم، اذا التاثير المجموعه المعوضه هي حتساعد او حتبين لنا وين يصير ناتج التفاعل، لان الغايه مالتنا شنو هي؟ احط المركبات اسوي سينثيسيس. احنا هسه من المجهول عندنا بالحكي مالتنا كله، من هو المجهول؟ اذا المجهول، اكتب المجهول هو المجموعه المعوضه. اذا المجهول هو المجموعه المعوضه.
اذا ما عرفت شنو هاي المجموعه حقدر اعرف النواتج مال التفاعل؟ بالتاكيد لا. احنا ثلاث انواع من المجاميع المعوضه. اكتب هنالك ثلاثه انواع من المجاميع المعوضه. عندنا ثلاث انواع من المجاميع المعوضه. اكتب جروب رقم واحد، جروب رقم اثنين، وجروب رقم ثلاثة. سووا جدول، سووا جدول. على أول فرم اكتب نوع الجروب، نوع المجموعة المعوضة. على أول كولوم اكتب نوع المجموعة المعوضة. الكولوم الثاني مالته اكتب عليه التوجيه، اورينتيشن، التوجيه. الكولوم الثالث ريت اوف رياكشن، ريت اوف رياكشن. ثلاث كلمات، الكولوم الاول نوع المجموعه المعوضه، الكولوم الثاني التوجيه او ما يسمى بالاورينتيشن، الكولوم الثالث ريت اوف رياكشن. احنا قلنا كم مجموعه عندنا؟ ثلاثه. جوا المجموعه المعوضه اول رو جروب رقم واحد، جروب رقم اثنين، جروب رقم ثلاثه. جوا نوع المجموعه المعوضه اول رو جروب واحد، جروب اثنين، جروب ثلاثه. هحكي على جروب رقم اثنين، هي ذرات الهالوجين. اكتب جروب رقم اثنين هي ذرات الهالوجين. من الهالوجينات؟ فلور، فلور برومود. اذا المجموعه الثانيه عرفناها ولا ما عرفناها؟ هي الهالوجينات. ما هو تاثيرها على التوجيه؟ ما هو تاثيرها على التوجيه؟ اورثو بار. نكتب اورثو وبارا. تاثير الجروب الثانيه توجه النواتج على الاورثو والبارا. بالريد اوف ريكشن تجعل حلقه البنزين اكتف لو دي اكتف، اكتف دي اكتف، اكتف دي اكتف، تجعل حلقه البنزين دي اكتف. وين توجه؟ اورثو بارا. يا مجموعه شو اسمها؟ الهالوجينات، حفظناها بعد خلاص. المجموعة الأولى التوجيه مالتها أيضا أورثو بارا، التوجيه أيضا أورثو بارا، لكن الريت أوف ريأكشن تسوي حلقة البنزين تجعلها أكتف. إذا اختلفت بالمجموعة الثانية بيش؟ بالأكتيفيتي. إذا اختلفت المجموعة الأولى عن المجموعة الثانية بالأكتيفيتي. سبق لنا يا مجموعة الثالثة التوجيه مالتها توجهها ميتا، توجه ميتا جروب. ايش تجعل حلقة؟ اكتب لو دي اكتب. إذا عندنا ثلاثة مجاميع من المجاميع المعوضة. المجموعة الأولى هي المجموعة الأكتيفيتي، تجعل حلقة البنزين أكتف وتوجه النواتج أورثو بار. المجموعة الثانية
ايضا توجه اورتوبارا لكن تجعل البنزين اكتيفيتي مالتها واضحه دي اكتيف. المجموعه الاخيره توجه ميتا لكن تجعل حلقه البنزين دي اكتيف. المجموعه الثانيه افتهمناها يا مجموعه تاشر المجموعه الثانيه هاي الهالوجينات اشر عندك هاي المجموعه الثانيه هي مجموعه الهالوجينات. المجموعة الأولى أكيد هذا الجدول تحفظ تدخل بالامتحان هذا الجدول تحفظ كل مالته الأنواع بس أنا حبسط لك إذا اقتنعت شو ما تريد أنت إلك أنا ما لي علاقة بس حعلمك طريقة بسيطة للحفظ. المجموعة الثانية خلصنا من عدها افتهمناها صح؟ ليش؟ هالوجينات. المجموعة الأولى هي المجموعة الذرة الذرة اللي تتصل مباشرة ويا من؟ ويا ذرة الكربون مال بنزين حلقة البنزين. أعيد الذرة اللي ترتبط مباشرة مع حلقة البنزين ايش تحتوي قدام تطلعون الان؟ الان الاو ايش تحتوي؟ على امبير اوف الكترون على امبير اوف الكترون ازواج الكترونيه غير مشاركه تحتوي على ازواج الكترونيه غير مشاركه بس تباوع حلقه البنزين اذا عندي حلقه بنزين عليها جروب متصل بجروب اذا عنده زوجه من الالكترونات وين يصير التفاعل يا مجموعه هذا اللي عليه عنده زوجه الالكترونات المجموعه الاولى اللي هي توجه اورتوبارا وتجعل حلقه البنزين اكتف اذا ما لاحظنا على الزوج الالكتروني ان كان هذا شو يصير هذا تجعل هاي الذره دي اكتف من ضمن المجموعة المعوضة جروب واحد عندنا الكايل جروب اكتب الكايل جروب أغفل الجروب دكتور عيدها إذا المجموعة المعوضة هي المجموعة الذرة مالتها المتصلة مباشرة على حلقة البنزين تحت على الأمبير أوف الكترون وياها منهم اللي تشبهها الالكال جروب والفنل جروب الالكال جروب الكال مثل من سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3 وهكذا هسه شقد تعرفنا على كم مجموعه مجموعتين المجموعه الاولى اللي هي المجاميع اللي تحتوي ذرتها المتصله مباشره مع حلقه البنزين على امبير اوف الكترون وياها منو صار وياها الالكان والفنل جروب هاي المجموعه الاولى خلصنا منها المجموعه الثالثه كانت شنو هي المجموعه الثالثه شلون احفظها اي مجاميع غير هذول تعتبر من المجموعه الثالثه اعيد اي مجاميع من غير هذني المجموعه الاولى والثالثه تعتبر مجموعه هي المجموعه الثالثه وين توجه وتجعل حلقة البنزين دي صعبة طلاب شلون نحفظ وإذا تريد احفظ الجدول بعد المجموعة الثالثة عليها أمبير أوف الكترون أبد ما عليه حتى الأنوتو ما عليه زوج الكترون اللي غير مشارك ما يحصل مع كلنا ما تلاحظ هذا الشيء فإذا حفظنا الجدول واحنا لسه قاعدين صح طلاب لو غلط احكي صح جيد تبدو نعيد؟ اذا احنا عندنا ثلاثة مجاميع المجموعة الأولى هي المجموعة اللي توجه أورثو بارا وتجعل حلقة البنزين أكسد اللي هي من هي؟ هي المجاميع التي تحتوي إحدى ذرات المتصلة مع ذرة مع جزيئة البنزين عندها ازواج الكترونيه غير مشاركه
منو مثلها؟ عدم يرضى، ما تحتوى على ازواج الكترون غير مشاركه، الالكان والفنيلكون. حفظنا المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه بسيطه هي الهالوجينات. المجموعه الثالثه من هي؟ اللي ما تحتوى لا بالمجموعه الاولى ولا بالثانيه، تعتبر تحصيل حاصل هي المجموعه الثالثه. وين توجه؟ ميتا. الى صعبه طلاب؟ هاي المجاميع هذني المجاميع تسمى المجموعة الأولى، اكتبها تسمى دونيتنج جروب المانحة. المجموعة الأولى بهاي الجروب الأول تسمى دونيتنج جروب. بعد السهم وين داخل دي؟ وين دي تجي السهم؟ الإلكترونات وين تروح؟ داخل. إلى داخل تسمى دونيتنج جروب. اذا هاي المجاميع الاولى من هي؟ هي المجاميع الدونيتنج جروب اللي هي شنو هي؟ اما ذره ذره تحتوي على الالكين او الكترون او الالكان او الفن. مجموعه الهالوجينات قبل ما احكيها ححكي على المجموعه الاخيره الثالثه. الجروب رقم ثلاثه يتجه الالكترونات الى المجموعه مال بنزين تتجه الى تسمى withdrawing group. اكتب تسمى المجموعه الثالثه withdrawing. اذا المجموعه الاولى سميناها شو سميناها؟ دونيتنج جروب. المجموعه الثالثه withdrawing group. بعد السهم وين صار؟ وين اتجهت الالكترونات؟ لمن؟ السبب لانه عنده سالبيه كهربائيه عاليه وما عنده اي امبيرد اوف الكترون حتى يسوي ريزونانس مع الرينج. ما تحكي ميكانيزم مالتهم، ما تحتاجون. واضح؟ المجموعه الثالثه هي ما بين صفاته من المجموعه الاولى والمجموعه الاخيره الثالثه، صح؟ المجموعه الثانيه هي مجموعه الهالوجينات، هي ما بين الاولى الاكتف وما بين الدي اكتف. هي دي اكتف بس فوق الاورثو باك. اذا كم مجموعه اساسيه عندنا؟ ثلاثه اللي هم جروب رقم واحد سميتها دونيتنج جروب، المجموعه الثانيه هالتين جروب، المجموعه الاخيره وذدرون جروب. الساحبه وذدرون يعني ساحبه تسحب الالكترون. دونيتنج تمنح الالكترونات. الوذدرونج جروب يعني ساحبه تسحب الالكترونات. الدونيت جروب تمنح الالكترونات. واضح طلاب لو عيد؟ جيد جدا. ممكن الموضوع بعد اكثر. طلعوا لي هذا السلايد. سلايد رقم أربعة. خمسة. أربعة ولا خمسة؟ خمسة. طلع سلايد رقم خمسة. هذا السلايد حيوضح لنا التفاعلات والنماذج. شو انتبه عليه؟ اترك موبايلك، اتركه. طلاب لازم هنا بالقاعة كلنا احنا قاعدين بما فيه متحدث لازم منا نطلع فاهمين الموضوع. بالبيت انت تروح بس شو تسوي؟ تنظم مالته، تنظمها. بدنا ندرس بدنا نسجل احنا. من اسمع ونظم مالتك الدفتر. نظم ملزمتك. اي تفاعل قلنا من متكون من شنو؟ التفاعلات العامة شنو الثوب؟ اكتب سبستريت زائد الرجيت ريجنت. احنا هنا حلينا عسم خلي كاتاليست برودكت زائد باي برودكت. هاي المعادلة العامة للتفاعل. المعادلة العامة عبارة عن سبستريت بلس ريجنت كاتاليست برودكت بلس باي برودكت.
واضح؟ الطالب الشاطر دائما اضرب امثال حتى يصير واقعي الموضوع. كم نوع اكو طلاب؟ اللي هم المجموعه الاولى، من هم هذول الطلاب؟ الشاطر. احسنتي. اذا المجموعه الاولى من الطلاب هو الشاطر. شو عرفنا شاطر؟ اخذ درجات عاليه، اخذ كليته جيد جدا وامتياز، وتجيد هم وياه. الطالب الطاب يقول بس خل انجح. من هو الوسط اللي نسميه احنا بالعاميه؟ شايل نفسه، صح؟ شايل نفسه. والاخير سميته الكسلان. اذا عندنا كطالبه ثلاث انواع: طالب شاطر، طالب شايل نفسه، والاخر كسلان. معدلات تشقيت؟ لا، ماكو مقبول. رسوب. واقع، رسوب، ضعيف، واقع ضعيف جدا. بدل تعليم انا احكي هذا الموضوع مو حتى نضحك ونتونس، بس اشوفك شقد. مو دائما اقول لك شلون الحياه تاخذها وتفسرها. سعد كمان حطها شلون تاخذها وتفسرها على تفاعلاتك حتى باكر عقبة تستثمر. اذا المجموعة الاولى الدونيتنج جروب شو تعتبر من ضمنها؟ طلاب شاطر الشطار. والمجموعة الثانية وصل، والاخيرة سعيد. اللي وذ جراوند جروب هيك بالضبط. هذول هم ثلاث مجاميع فصلناها سعيد حتى نشوف اي تفاعل لازم نحلله، نسوي له اناليسز هذا التفاعل. شلون احلله؟ اجي اول ما باع اكتب هذا، اكتب جوا سبست ريت، اباع السبست ريت مالتي المركب الرئيسي. من موضوعنا اليوم احنا؟ شنو موضوعنا اليوم؟ بنزين على مجموعه معوضه وحده، صح؟ انا يهمني البنزين، بس من يهمني؟ المجموعة. احدد ما هي، اكتب ما هي صفة المجموعة المعوضة. ما هي صفة المجموعة المعوضة؟ اقصد بالصفة شنو هي؟ الجروب الاول، لو الجروب الثاني، لو الجروب الثالث. ثانيا لازم اعرف الريجنت مع الكاتاليست يولد لي يا الكتروفايل. اعيد، قلنا السبستريت اباه راسا عن المجموعه المعوضه. اشوف هاي المجموعه من يا نوع جروب؟ الجروب الاول الدونيتنج جروب، لو جروب الهالوجينات، لو جروب شنو؟ اللي هو الدرونج الساحبه. خلصنا من السبستريت. اسالني الي حبات الي. الثاني لازم اعرف الريجنت نوعه. كم انواع تفاعلات عندنا؟ خمسه. شنو هي؟ هالوجينيشن، نايتريشن، سلفونيشن، فريدي كرافت بنوعين، اسيديشن، وشنو بعد؟ الكليشن. الكليشن. اباوع الريجنت مالتي من ينو والكترس من دايو حتى يعطيني يا الكتروفايات. بالهالوجينيشن من الالكتروفايات مالتنا؟ اما سي ار، اكتب سي ار بلس او بي ار بلس. هاي وين هذا تحت اني؟ في حاله النايتريشن من هو؟ ان او 2 بلس. في حاله النايتريشن ان او 2 بلس. في حاله السلفونيشن اس او 3 اتش بلس. في حاله الفريدل كرافت الكيليشن ايش عندنا؟ عندنا كاربوكاتيون. انتبه على هذا الكاربوكاتيون، يصير للريجمنت الاكثر استقرار لو ما يصير. المجموعه الاخيره هي الاسيليشن، نحط الكيتونات ار سي دبل بوت او والبلس على ذرة الكار. ما بعدكم غير تذكرون اياها بالجدول. ما هي الالكتروفايرات وكيف تتولد؟ حنجي على هذا المثال ونفصل. عندي مركب انيسول، لا تحفظ كل شيء. قلنا شو نسوي السبتريت؟ شو نباوع عليه؟ من نباوع؟ المجموعة. المجموعة مليان نوع.
الأولى للثانية للثالثة. الأولى ليش عندي أكسجين على أمبير دان خوب اللي ما أكتب لك الأمبير. أكسجين مرتبط مباشرة مع المن مع ذرة الكربون لجزيئة البنزين. أشر عليه أشر عليه أقول هذا جروب رقم واحد. اكتب على هذا جروب رقم واحد. هذا بنزين. هذا جروب يوجه اورثو بار. يوجه اورثو بار. ما واحد تفاعل اكثر في اسم هذا كربوكسيل اكتب اكتوسو بار. وهي كلمة حقيقية بس أنا معلمكم أكتر. اشتبه كربوكسيليك أسيد أسيتيك أسيد اكتب H2 أسوفا. تفاعل أتنوكلية مع الأكتر سوفار شي ولد ليك يا إيش اسمه يا الكتروفايل يا تو أنا انحل تقريبا 3/4 سؤال. هسه أروح أسوي النواة. هذا يا جروب هذا الكوسيت طيب جروب 1 دي كم مركب يتولد من عندنا 2 واحد بالاورثو واحد بالفارق. شو اسوي طالب الشاطر ينقل اكتب انقل السبستريت ازيتس انقله ما اغير كل شيء بي. اكتب هنا كوسيت طيب زائد لعله صوت تحب الامتحان زائد الاوسيت مركب رقم واحد مركب رقم واحد ومركب رقم لازم تسجل بس شغل على المركب هذا اللي الكتروفايل الكتروفايل اذا مركب رقم واحد اورثو حل هذا الصوت أول واحد حلينا الآخر ولا أضيفة وارث صعب؟ لازم تقعد تحلل حتى تقدر تجاوب. الاناليسيس هو كل امتحان كل درس تقدر تسوي اناليسيس. ما يقول لك فهم السؤال نصف الجواب. شلون نفهم السؤال إذا ما نحلل المتفاعلات حتى طلع النواتج مالتي. اعطيك مثال اخر مع هذا المثال بنفس الاسسلات عندي مركب بنزوي اسيد اشر عليه هذا الكربوكسيليك اسيد باليا جروب الثالث وين يوجه؟ كم مركب الناتج؟ اذا نرسم بالصفحه له ارسم انقل البنزويك اسيد ازيتيز بالصفحه الاخرى كبرودكت بعد ما اضيف الالكتروفايل كم مركب ارسم؟ واحد فقط. اجي احلل الريجنت مالت شو يعطيني؟ اتنو 3 مع اتنو 3 شو يعطيني؟ الالكتروفايل مال هذا التفاعل هو انت موجود وين اخلي الانوتوب يا موقع اورتو فار ميتا فقط اذا كم مركب هذا الثاني واحد ما كم مركب هذا اللي عطاه اكتب لي بالامتحان مركب واحد فقط هذا بدي اوضح لك من قلنا ثلاث مجاميع طلاب كلهم شخذوا اخذوا درجات الدرجه هي صنفتهم هذا نفس الشيء المثال 18% أورثو 20 بس الميجر برودكت من هو المركب الوسطي 3 نايترو بنزويك أسيد او ميتا نايترو بنزويك أسيد اذا لازم بالبدايه شو نسوي طلاب نحلل المواد المتفاعله من خلال تحليلنا للمواد المتفاعله حنعرف شنو البرودكت الموجود ابد كل شيء ما تحفظون ولا نسبة ولا اسم ولا كل شيء بس دا اوضح طلع ورقة وقلم واكتب اسمك عليه
طلع ورقة وقلم واكتب اسمك عليه. بلا صوت بلا صوت. افتح لنا ضوء حبة ورقة. طلاب بس ما انتبه عليه طلاب رجاء. خلي ورقتك اكتب اسمك خلي ورقتك على الرحلة. بس ما انتبه عليه يا ابني. 10 دقائق ناخذ بريك نيجي اعطيكم السؤال حتى تحلوا. 10 دقائق اطلعوا 10 دقائق وارجع لي. هذا نستعد. احنا لحد الان درسنا نوعين من تفاعلات الارمات الثلاثة. النوع الاول عندنا بنزين لا يوجد عليه اي تعويض صح؟ وفعلناه 5 انواع تفاعلات. هالوجينيشن، نايتريشن، سلفونيشن وفريدريك كرافت بنوعين. استكملنا اليوم المحاضرة الاولى. اذا كان عندي بنزين عليه مجموعة معوضة. وقلنا ما هو تأثير المجموعة المعوضة على نواتج التفاعل؟ قلنا اكو 3 انواع من المجاميع. مجاميع سميناها دونيتن جروب المانحة هي المجموعة الأولى تنتج من هذا التفاعل مع الانتي بروفايل مركبين. مركبين اما ارثو او فاري واجعل حلقة البنزين اكتب. المجموعة الثانية مجموعة الهالوجينات هي المجموعة اللي توجه أورتو بارا ولكن دي أكتف. والمجموعة الثالثة هي المجموعة اللي وذ درونج جروب لكن توجه ميتا فقط وتجعل الرين دي أكتف. كم مجموعة؟ واحدة. هسه هندرس لو كان عندي مجموعتين اكتب. هسه هنبدأ ندرس لو كان عندي مجموعتين. لو كان عندي على الرنج البنزين مجموعتين معوضتين كم احتمالية عندنا كم مجاميع معوضة؟ عندنا 3 انواع من السبستريت. عندنا 3 انواع من السبستريت. عندنا هذا الاحتمال الاول المجموعتين برقم 1 و2. هذا الاحتمال الثاني مجموعتين موجودة برقم 1 و3. الاحتمال الثالث مجموعتين وحدة بواقع رقم 1 والاخرى رقم 4. اكو غير احتمالية؟ طلع اكو غير احتمالية؟ ما اكو بس لاني يطلع. اكتب سؤال. ما هي اكتب سؤال ما هي المجموعة المعوضة التي ما هي المجموعة التي تؤثر على نتيجة التفاعل؟ ما هي المجموعة المعوضة التي تؤثر على المتفاعلات؟ بمعنى اكتب بمعنى يعني دسمين ما هي النواتج اللي لازم تطلع لنا؟ ما هي النواتج اللي حتخرج لنا؟ الجواب تعتبر المجموعة رقم 1 من هي؟ المجموعة الدونيتنج جروب الاكتف جروب.
هي المؤثر الأساسي. على نواتج التفاعل هي المؤثر الأساسي على نواتج التفاعل. بمعنى لو كان عندي تو جروب، وحدة من جروب مجموعة الأولى والأخرى أما من الثانية أو الثالثة، النواتج على من حتعتمد؟ على الأولى حصرا. ولا تأثير، هو ما في تأثير، بس تأثيره بسيط ما يأخذ بنظر الاعتبار. فإذا لو كان عندي مجموعتين، واحدة من المجموعة الأولى اللي تكون المركب أكتف اللي يسميناها دونيتنج جروب، هو اللي تأثر على نواتج التفاعل. إذا عندنا اثنين جروبات من نفس النوع، جروبات اثنين من المجموعة الأولى، فيأخذ بنظر الاعتبار نواتج كل جروب على يأخذ بنظر الاعتبار نواتج الجروبات، نواتج المواد اللي حتخرج لنا من التفاعل على الجروبين. حتى نفتهم هذا الموضوع لازم نعطي أمثلة. المثال رقم واحد، عندي مركب. شنو عندي مركب؟ كم مجموعة معوضة؟ لازم شو أسوي؟ أحلل. هاي من يا مجموعة طلاب؟ سجل عليها جروب رقم. هاي يا مجموعة. دفاعي. دفاعي هل تقول؟ VR2. قلنا من هو المؤثر؟ يا مجموعة هاي شو تعطي كم ناتج؟ إذا نرسم تنقل السبستريت as it is. إيش قاعد تجي؟ أنقل السبستريت الرياكتنت مالتي CH3 زائد CH3 ما تغير بي حرف ولا شكل في نقلة مثل ما هو للجهة الأخرى. كم مركب ساعدنا؟ هذا واحد، هذا لازم شضيف VR2 AFX. شنو نضيف؟ هيا الكترافايل شو اسمه؟ VR وين أضيفه؟ أرثو. وين عندي سيجة؟ وين الأرثو مالتها؟ متنابرة. بعد لازم وين نضيفه؟ فارة. شكو بيها؟ الأوتو. يصير رسيحة؟ لا. فإذا كم مركب حتولد عندنا؟ ليش مركب واحد فقط؟ ليش مركب واحد فقط؟ لأنه فارة عندنا ملزوم. صعب ولا؟ صعب لو سهل؟ نحل السؤال الثاني. يقول هذا السؤال عندي مركب now.
خلينا نحلل. هذا السبستر كم ضروب فيه؟ من يا مجموعة؟ هذا كم مركب ينتج من هذا؟ من هذا؟ يعني كم رسم أرسم؟ أرسم أربع مركبات السبستريت بدون أي تغيير. تأكد على شنو بدون أي تغيير. أشلو صفر أشلو صفر. كم يعطيني شطيني ناتج تفاعل؟ إذا التعويض المقطع شو حسن؟ أرثو. أجاب. من ابتسيت شطيني الأوج أبدي من فوق. كيف كده؟ شو مثل؟ وين اضيف العنوت هذا؟ وين وجه؟ اورث. بعد لازم وين اضيفه؟ بارا. ايش عندي بالبارا؟ شيشترك. يصير اعوض؟ نعم. اجي على الشيشترك. كم مركب عندي لازم ينتج منه؟ وين اوعوض السيف طيب؟ يا اورثو بالنسبه للسيف يا الاورثو متناظره. لازم وين اضيف بعد بيا موقع؟ بالبارة. بالسيف؟ لا. كم مركبة ولد عندنا؟ اثنين. سؤال من اللي داعي الطلاب؟ بعض هذا بالتوقع اللي بحط فوق خلحل انت بنزين عليه سيئة الفيقه سويت لنا هيدريشن اجي احل اثنين من يا مجموعه كم رسم ارسل؟ اثنين اجي حل اجي رسم يا شسمه شطيني حب نسيت وين الاورثو مالته وين الاورثو هنا واحد منشوف اذا وين اضيفه وين الفاره مالته هذا ما سيت فري حلينا اول مركبين للسي اتش 3 نواه تاثير السي اتش 3 على النواه على هذا. ده استاذ عامل انا فيها من هسه. وين الاورثوماته؟ وين الباراماته؟ لا. لا. حبس.
بس حلينا السؤال. بالدفتر مالك اكتب هذا السؤال. الكل تحل السؤال افتر عليه. مو كويس. حله. أولى. ثالثة. ثانية. احنا بي ار صار شغل احنا من قريب بي ار ميتا والله صفر.